السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. دائما مع اللغة سي، نتبعوا الكور ديالنا في اللغة سي. في الحصة اللي فاتت كنا وقفنا عند لي زوبيراتور غولاسيونيل، دابا ندوزو لي زوبيراتور لوجيك. لي زوبيراتور لوجيك، الناس اللي ما شافوش الدرس ديال الالغوريثم اللي خاص بلي زوبيراتور يحاولوا يشوفوه، وهنا باش يعني يكون عندهم دي نوسيو باش هنا توضح لهم الصورة اكثر. ليست دي زوبيراتور لوجيك، عندنا الاي وكنرمزو له في لونغاج دو بروغراماسيون بهاد جوج لعيبات اند اند، الاو كنرمزو ليها بهاد الجوج، تنديرو الت جريز مع سيس مع ستة، جوج عصيات واقفين. نو نوتي نوت، كنديرو هاديك علامة تعجب هي نو، مثلا نو كدير علامة تعجب تساوي زعما اي ديفيرون، نوت نوت ايكال نوت ايكوال برونغلي. Par exemple, A أصغر من B and C أصغر من D. Prends la valeur 1. يعني هذه وقتاش قلنا هاد لي زوبيراتور لوجيك كياخذوا لنا لا فالور 1 او لا 0 تقريبا، لان هنا لي زوبيراتور غولاسيوني الا عقلتو قلنا كي فاش كنديروا المقارنه كتخرج لنا 0 ولا 1، يعني هما تقريبا هادو خدامين بنفس الفكره. باردون بقينا هنا، إذا كانت A فريمون صغر من B و C فريمون صغر من D، مثلا A كتساوي واحد و B كتساوي جوج، راه واحد صغر من جوج و C كتساوي ثلاثة و D كتساوي ربعة، يعني راه ثلاثة صغر من ربعة. يعني في هاد لوكا عاد كتاخد لافالوغ واحد، خاص هادي تكون صحيحة و هادي تكون صحيحة. في لوبيغاتور لوجيك A فاش كيكونو بجوج صحاح، يعني عاد تكون صحيحة. و كنطلب منكم تشوفوا الدرس الأول ديال لالجيبر لوجيك، كنطلب منكم انكم تشوفوا بالاضافه للدرس ديال الالغوريثم ديال لي زوبيراتور، يعني باش تحاولوا تفهموا هادشي لان الدروس مرتبطه. داكشي علاش زدت لالجيبر باش تحاولوا تفهموني تشوفوا معايا مزيان. سي لي دو اكسبرسيون اي اصغر من بي اي سي اصغر من دي سون توت لي دو فري، يعني الهضره هي اللي قلنا، الا كانت شي حاجه اخرى مثلا الاولى غلطه والثانيه صحيحه ولا العكس اولا بجوج غالطين، يعني راه كياخذ زيرو. دون لو كا كونترير بروندر اون كونسيديراسيون كو زيرو كوريسبوندون ولا كوريسبون ا فو، فاش تكون ديك لاسيرسيون فورس يعني راه كتاخد لا فالور زيرو. ولا كانت فغي ماشي بالضروره يكون واحد، ممكن تاخد اي فالور اخرى، ها هي توت فالور نو نول كوريسبون ا فغي، وزيرو بوحده اللي كتعني لنا راه فورس. لي زوبيراتور لوجيك توجور واحد جوج لي رومارك مهمين. لوبيراتور نو أو la note a une priorité supérieure à celle de tous les opérateurs arithmétiques et relationnels. عقلت شوف واش قلنا بان لي زوبيراتور غولاسيونيل مو بريوريتي، يعني لي زوبيراتور اريثميتيك هما الاولى وتا هما عندهم الترتيب ديالهم، عندهم لا بريوريتي مثلا لا بويسونس 7 الضرب والقسمه، وعندنا عاد تابعينهم لي زوبيراتور غولاسيونيل. هذا هو بالضبط هاد خينا، هذا هو المالك. عقلت قلت لكم الاخر رئيس ولا وزير ولا، هذا هو المالك، هذا هو الاول، كنعطيوه الاسبقيه هو الاول، عاد كندوزو للاخرين. لا نيغاسيون دو ا ايتيغال ايتيغال ا بي سوري نوت، يعني كدير نوت وكدير الاقواس على ا تساوي بي، لانك الا درتي هذا يعني هنا راه درتي النفي ديال ا نو ا. وكنعاود عاوتاني ناكد عليكم شوفوا الدرس ديال اللوجيك باش تفهموا مزيان هذا الشيء، يعني راه النفي ديال هذه العباره كامله ا تساوي بي ماشي غير النفي ديال ا، يعني هذه مهمه دو لا بل رمارك دو لوبيراتور او، هذا الاو اي موان بريوريتير كو الاي، فاش تلقى الاي مع الاو كتسبق الاي عاد كدوز الاو. تو لي دو سون دو بريوريتي انفيريور او زوبيراتور اريثميتيك غولاسيونيل، وهاد الاي والاو راهم قل من لي زوبيراتور اريثميتيك و الغولاسيونيل. كاين لاغيت كاين بعدا هذا مالك كنهضروش عليه، هذا هو الاول، هذا هو باها كما كنقولو حنا بالدارجة ديالنا، هذا هو باها. وكاين عاد تابعو لي زوبيراتور اريثميتيك غولاسيونيل، عاد كنجيو لي زوبيراتور لوجيك. نتمنى ان هادشي يكون مفهوم. لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون، لانكريمونطاسيون فمثلا عندنا اي كتساوي زيرو، الا درتي اي بليس بليس يعني كتولي واحد، وكاين فيها البوست انكريمونطاسيون او البري انكريمونطاسيون. البوست انكريمونطاسيون تيتي اكزيكيتا الكود عاد كيدير لانكريمونطاسيون، البري انكريمونطاسيون كيدير لانكريمونطاسيون عاد كي
تيكزيكيتا الكود قبل. وعندنا الديكريمونطاسيون، الديكريمونطاسيون يعني كتعني نقص، اي كانت كتساوي زيرو مثلا راه اي تولي تساوي نا واحد، وتا هي فيها البوست اور بري ميم برانسيب. متشوفوش هادشي وتخلعو، مازال هادشي هتشوفوه في التطبيقات وفي التمارين، وسيرتو ملي ندخل لي كونديسيون وغادي يبان لكم مزيان ولي يجيكم ساهل بزاف. عندنا لوبيراتور دو كاست، الكاست راه ديجا شرحتو لكم، سي ان اوبيراتور كي بيرمي لا كونفيرسيون دو تيب دي فاريابل. تقريبا ميم اكزومبل اللي شرحت لكم، ان كتساوي 10 وبي كتساوي 3، انا يعني كنت شرحتهم ا و بي، اسيغ بي تعطينا 3 لانهم دي زونتي، ولكن الا جيتي درتي فلوت على هاد الان فرضتي عليها باش تكون فلوت راه يعطينا لا فالور 3.3336 هاد الارقام باغ ديفو. الكاست درناه في الدرس اللي قبل بسميتو حتى بالبراتيك. عندنا لي لوبيراتور فيغول، لوبيراتور فيغول حتى هو مهم بزاف. فاش كتجي مثلا بي كتقول كتساوي ا تتساوي 3، كيجي كيلقى هاد ا تتساوي 3 كيعطيها ا كتساوي 3، وكيدوز كيدير ا بلس بي يعني اش باردون ا بلس 2 يعني اشنو ولات كتساوي او زائد 2 يعني ا 3 زائد 2 هي 5، يعني بشنو ولات كتساوي، ولات كتساوي 5. يعني واخا تكون هنا 100 انستركسيون كيبقى غادي غادي تيحسبهم حتى الاخر عاد كيعطي القيمه ديالها لهذا. يعني هذا هو الدور ديال باش تشوفوه مزيان، نشدوه هنا ونيكزيكيتيو في كود بلوكس، نمسح هذا الشيء ونديرو ليكزيكيسيون. لاحظتوا بي كتساوي 5 كما قلت لكم، ها هي بي كتساوي 5. غنعطيكم التمارين ان شاء الله في هذا الشيء باش تفهموه مزيان. les opérateurs virgule suite d'expression séparée par une virgule. Il y a une suite des expressions les instructions هذه كان سيباري وبيناتهم بفيرغول، ما حد ما كاينش بوان فيرغول يعني راه مازال ما سالاش. كما قلنا بوان فيرغول ديما كتسالي الانستركسيون، اكسبرسيون 1 اكسبرسيون 2 اكسبرسيون يعني جيسكا اكسبرسيون ان اكسبرسيون ايفالي دو غوش ا دروات، يعني كتحسب من لا غوش وانت غادي حتى للدروات. Sa valeur sera la valeur de l'expression de droite. يعني آخر هي الفالور n، كتبدا من الفالور 1 يعني 1 حتى الفالور n، بقى غير حتى آخر فالور هذيك هي اللي غتعطينا القيمة ديال تبي، نكونو مثلا عندنا بزاف. وهنا جاب دار برينت اف بي تساوي، قلنا هادي تتكتب كما هي لأنها وسط هاد لي دابل كوتاسيون، كيجي كيلقى هادي، اون فوا يلقى هادي بوسون دي كيفهم بانه راه خصو يمشي لهاد الفاريابل ويمشي للميموار يقلب على لا فالور اللي مستوكيه في هاد الفاريابل ويجيبها يحطها لنا هنا. هادشي ديجا شرحناه وكنعاود ديما نشرحو باش يبقى مفهوم وصافي. الحصة الجاية ان شاء الله نديرو التصحيح ديال هاد ليكزيرسيس، ها هو عندكم حاولوا تخدموه انطلاقا من هادشي اللي شرحت لكم باش توصلوا يعني باش تحاولوا تطلقوا شويه مع هاد لي زوبيراتور. وان شاء الله الحصه الجايه غادي ندير ليكزيكيسيو ديالو انشرحوه، وعاد نديرو ليكزيكيسيو بالكود بلوكس باش نشوف حتى انا معكم واش باقي شاد داكشي مزيان. والسلام عليكم ورحمه الله.